الناس يا عادل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن صمت صمود شمسان تصد كحافل العفن صمت صمود شمسان تصد كحافل العفن رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر اسماعيل صالح احمد الشاعري من محافظه الضالع من مواليد عدن 1991 من محافظه عدن مديره البريغه صلاح الدين خريج ثانويه في مدرسه صلاح الدين احد جرحى باب المندب من البوابه الغربيه لعدن وصمام امان المدينه الصناعيه البريقه من صلاح الدين سطر فيزان صالح اسماعيل الشاعري احرف الصمود مستمدا ثبات خطواته من منطقته التي تقطعت على مداخلها أوردة التمدد الحوثي. ما حد كان متوقع أنه يحمل سلاح يوم من الأيام ويدخل في المعارك. متوقعين إحنا أن أيام تكون أحسن من قبل اللي فاتت في 2011. لكن جينا العكس. جينا على حرب مش متوقعينها بالغزاة. لكن هذا كل ما صار هو كان مكتوب علينا بحمل السلاح والدفاع على أرضنا ووطننا وكرامتنا. واجب علينا الخروج في أي وقت كان. بس سبب خروجنا كان أكثر هو الدقيق بالغزاة الذي كان هو حرب سببها هي المعركة وقعت في أرض اليمن والحرب الحقيقية هي بين دول الخليج وإيران وهي أرض المعركة في اليمن في عدن أصبحت كلها الحرب لكن إحنا نقول الحمد لله على ما صار أخذنا المعارك وأخذنا إحنا ما نادونا بحية على الجهاد خرجنا بعد ما كان الأب والأم راضين عليا في الخروج الذهاب إلى المعركة ثم أخذنا أول ما نادونا شكلت لجان عندنا لجان الشعبية تحت قيادة عمر العمودي وحسين قطان حفظهم الله ثم قمنا بتشكيل نقاط حزام أمني على منطقة صلاح الدين والبريغة تحت إشراف قيادة موحدة ثم استمرنا بعملية النقاط التفتيشيات وكان المعهد سلايا يقوم بتموين البترول لجميع الجبهات استمرينا في هذه الجبهات حتى يعني إلى أجاتها في 27 رمضان بأخذ هجوم بتحرير على عمران تحت قيادة فضل حسن وعمر العمودي وحسين قطان مجموعة من القيادات ثم أخذنا معركة عمران استمرت معركة عمران أول يوم في 27 رمضان ثانية 28 رمضان حتى تقدمنا باتجاه مفرق الوهب ثم بقينا هناك استمرت المعارك معنا هناك في قسينة يعني خط رجع حزام تأمين لدخول عمران أي جهة ثانية قزاة ثم بقينا
لما جتنا الأوامر بالدخول باتجاه مفرق الوهط، دخول صبر ومصنع الحديد، تقدمنا إلى هذه الاتجاهات وخذنا معارك فيها، ومنهم من استشهدوا من الأبطال ومنهم من جرحوا، وقلنا كل شيء الحمد لله صار. شهد معنا رؤوف اللي هو صغر شهيد البطل اللي شهد في المخا كمان، والحمد لله على كل حال استمرت المعارك. تحرم تحرير صبر، وقسينا في الليل هناك في صبر تحت خط رجعة، ثم بقينا ثاني يوم تقدمنا باتجاه لاحق. كان فيزان الشاعري من أوائل الشباب الذين استجابوا لنداء الدفاع عن عدن حين قرعت أجراس الاحتشاد، مؤمنا بعقيدة الولاء، ممتثلا لمبدأ وحيد استوطن وجدانه: لبيك يا وطن. استمرت المعارك حتى تقدمنا إلى العمد، ثم عدنا بعدها إلى معسكراتنا نحن اللي كانت تحت قيادات حسين قطان وعمر العمودي، واستمرنا هناك تحت معسكراتنا لفترة محدودة تحت أوامر حسين قطان ومجموعة من القيادات، نأخذ أوامر منهم. كان حزام أمني يعني نقوم بمراقبات دوريات في الليل في مناطقنا، ثم تم استدعائنا إلى معسكرات في معسكر رأس عباس عند عبود الحريري، ثم أخذونا إلى عصب. هناك بقيت فيها 40 يوم، قمت بتدريب هناك تدريب منها رياضة ومنها على السلاح المتوسط ومنها على تشغيل المدرعات ودخول المدرعات والمداهمات المناطق الجبلية، وكنا منهم ضمنها من كانوا عندي أصدقاء من صلاح الدين أخذوا معي في معمراء من بريغة. استمرينا هناك حوالي 40 يوم، ثم عادوا مننا إلى بعد 40 يوم عادونا إلى معسكر القلا في البريغة، بقينا هناك لمدة أسبوعين أو 10 أيام، تجمع القوة من جميع محافظات الجنوب تتجمع قوات، ثم ذهبنا إلى باب مندب في الساعة 2:30 الظهر. وصلنا باب مندب فقينا في شعب الجن مننا وفي منهم بقوا في معسكرات متفرقة تقسمنا، وبقينا هناك 3 أشهر. حتى بقينا 3 أشهر هناك في هذه المعسكرات، ثم يوم أي أيام جانا أمر من التحالف في معسكر السقية بتجهيزنا في تجهيزنا لدخول المعركة. تجهزنا في تاريخ 7/1/2016 لدخول المعركة، في الليل الساعة 12 خرجنا كنا جاهزين لدخول المعركة، ثم بقينا في الخط بالمؤخرة حاد استعداد، طلبوا مننا العودة إلى المعسكر. بسبب العودة كانت هو سبب عدم وجود الأجهزة اللاسلكية والتواصل بيننا. كانت عدنا ذاك نفس اليوم، عدناها في الساعة 3 الفجر وبقينا حتى للساعة 12 الظهر. تم تجهيزنا بشكل عام كامل، تم إخراجنا في الليل تاريخ بقينا تاريخ 9/10 تم الهجوم على منطقة اسمها منطقة الذباب في جبل إرسال. مع ركب الثوار من شباب المقاومة مضى فيزان الشاعري ملتحفاً الفدائية صوب جبهة عمران، يتقدم فيها صفوف رفاقه ببسالة الملتهبة عزيمته، وما كان قبلها مهيئاً لمثل هذا الدور، إلا أنه كان يرى في حضوره مجد عدن منقوشاً على جبير الزمن. دخلنا هذه المعركة في جبل الرسال في ذباب اتجاه خلفي باتجاه منطقة اسمها الحريرية، اشتبكنا نحياهم هناك في منطقة جبل الإرسال. استمر الاشتباك من الساعة 2 الظهر حتى الساعة 6 في المساء، تم توقيف الاشتباك حتى صلاة الفجر ثاني يوم في تاريخ 10 قمنا بالاشتباك معهم ثانية، واستمرنا قطعنا عليهم الأمدادات وسيطرنا على الوضع كامل بأكمله، وتم خطوط مننا بقطع عليهم تموين تحت قطاع قوي من التحالف. ثم تقدم عبد الرحمن اللهجي كتيبة عبد الرحمن اللهجي بالدخول المدينة تصفية المتبقيين من الحوثة ومتهوثين، واستطاعوا يسيطروا على الوضع من داخل حتى نحن ثاني يوم رجعنا إلى الزغانة في جبل العمري. كان هناك عليهم ضرب كثيف من اتجاه الحوثة من المدفعية من الهون ومن غيرها من السلاح المتوسط، وعدنا إلى أصحابنا بمساعدتهم، وعندما تواجهنا نحياهم هناك وصلنا أن نساعد الزغانة الذي قرزت أي من المدرعة، نزلنا نشتغل نريد أن نسحب المدرعة لكن لا نستطيع ذلك بسبب الضرب المكتف علينا، فعدنا أنا وزملائي إلى المدرعة، جلسنا في المدرعة عشان نذهب إلى الجهة الثانية، نتفاجئ بضرب المدرعة الأولى علينا من الزغانة اللي كنا نريد أن نخرجهم، لكن الحمد لله فضل الله أن الشباب لم يكونوا في المدرعة، الشباب كلهم نزلوا تشروا على الجبال. ثم نحن كنا نريد أن نغادر من نفس الموقع، تفاجئنا بالضربة الثانية موجهة إلينا، فصبنا من نفس الوقت وكان
أنا وعصام محمد صالح من أبناء صلاح الدين الدوابية، محمد خالد من دار سعد، وعبد الله خلف من أبناء دار سعد، والشهيد البطل عايد رحمة الله عليه قائد الفصيلة استشهد بنفس المعركة. ثم عندما اصطدنا بنفس الوقت أنا خرجت في المندرعة وجلست في الأرض مرمي، وتكلم عن الغائد نادي الأسعاف، كنت أقول نادي الأسعاف، نادى الأسعاف هو. ثم جاء عندي عبد الله خلف وعصام محمد خالد، كانوا كلهم مقطعين الأرجل مصابين، وعندما صحيوا من الإصابات كان عصام مغمي عليه صحي من الإصابة، قال عندي هو يزحك علي الدافة، قال لي إيش قلت الأسعاف أو عادة. ونفس الوقت أنا كنت لا أستطيع أن أرى بسبب عيوني، إني كنت محرق مشوه وعندي الإصابة في يدي كامل، كانت محرقة بتر يدي كامل رجلي، لما أستطيع أن أساعد أي أحد من زملائي. فبإرادة ربي وإرادة الله استطاعوا الشباب الخروج، لكن قدر الله ما شاء على القائد عايد رحمة الله عليه استشهد داخل المدرعة، تم يعني حرق حتى لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى أسرته لكي يروه، لأنه كان لو قد شيء من بقاه أخذوه كله عظام فدفنوه في ذباب. ثم جاءت سيارة إسعاف، أخذونا سيارة إسعاف تبع لؤي الكازمي، دخلونا مخاطرة، أخذونا من أرض المعركة إلى شعب الجن إسعافات الأولية. عندما رأونا لم يستطيعوا أن يعملونا أي شيء، فحضر القائد فيزان ورايد اليافعي وطلبوا من التحالف أنهم يجروا الآن على حسب الاتفاق أنهم أي حالات خطرية يتم تسفيرهم برع فورا. أخذونا بالسيارات الإسعافات إلى معسكر التحالف الرئيسي أنا والشباب صحابي، ثم عملونا إسعافات أولية. من بعد إسعافات الأولية تم تسفيرنا عبر الطائرات لعصب، وتم بتر رجلي في عصب أنا والشباب كامل، وأجروا علينا عمليات، أجريت أكثر من 5 عمليات أول ما وصلت، منها كانت بتر الرجل، ومنها التصفيات الجروح، ومنها الحروق. ثم بقينا في عصب لمدة أسبوعين، ثم تم تسفيرنا إلى الإمارات العربية المتحدة، تسفيرنا هناك تحت إشراف العلاج، استقبلونا أنا والشباب، ما قصروا، طول الله بعمرهم، وكان استقبال أن يشرف لهم ولنا، وكانوا يعاملونا كمعاملة مواطن إماراتي منهم وفيهم، وحسسونا أننا نحن جالسين عند أسرنا وأهلنا وليسنا قرباء عليهم، يعني من كثر خيرهم وتعاونهم على الإنسانية فعل حقيقة أنهم أهل الخير وأهل الكرم، والإنسانية موجودة بالفعل الحقيقة عندهم، إنهم يتكلموا بشكل لا عندهم ما فيها اسم يمني أو شيء، إن يعاملوك كمعاملة أخ ابن أو كصديق لهم، يحسسوك أنك في بيتك. تم الاستمرار بعلاجتنا، علاجنا لمدة 9 أشهر في الإمارات العربية المتحدة، حتى تم استكمال علاجي في الإمارات العربية المتحدة أنا والشباب. طلبنا منهم تسفير إلى الهند بتغيير أطراف صناعية غير اللي جابوها لنا، ولم يرفضوا، نفذوا لنا طلبنا على حسب ما نريد. نحن ذهبنا إلى الهند بتغيير أطراف صناعية جديدة، أطراف سداسية الحركة هيدروجينية، وتم تركيب لنا الأطراف في الإمارات في الهند تحت إشراف الإمارات العربية المتحدة. ثم جلسنا في الهند 10 شهور و10 أيام تركيب هذه الأطراف والتدريب عليها، استمرنا هناك لمدة 20 شهر، ثم طلبنا العودة إلى أراضي وطننا إلى اليمن، ثم عدنا إلى عدن، ثم استقبلونا أهلنا وأصدقائنا ومن قياداتنا جولة عند المطار، ما قصروا عملوا الواجب، وحسينا في راحة نفسية عندما دخلنا إلى أرضنا إلى بلادنا العزيزة، ثم ذهبنا إلى أهلنا وإلى أمنا وأقلالنا. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية عدن. أهم معركة اللي حققنا فيها نصر كبير عندما انطلقت أول تحرير في عدن، في أرض من أراضي عدن وهي عمران، جبهة عمران، شعرنا أن تحرير عدن لاحق أبيان حضرموت، جميع محافظات اليمنية ستتحرر بإذن الله والعون. هذا أول فرحة عندما تحررت عمران، شعرنا يعني بارتفاع معنوية الشباب المقاتلين، والمقاتلين الذي خرجوا من جميع مهب وباب، من جميع الأراضي اللي يقو، من أبيان، من الضالع، من يافع، من شبوة، من لاحي، من جميع المحافظات تجمعت إلى جبهة عمران. ما حد قال نجي، كل أول ما نادوا حي على الجهاد نادوا الناس، انطلقت تحرير عمران، شعرنا أنه في أمل، في ناس أهل خير ما قصروا مع الجرحى في نفس الوقت. كان حاليا كانت روح الحرب تدور في جبهات متقاطعة في مداخل المدن وتخوم المحافظات، وكانت معها بطولات المقاومة تتحقق قدما إلى الأمام. عندما حصل انتهاك حرمة البيوت وضرب العشوائي على منطقة عدن من جميع اتجاهات، كان الغصب إلى البيوت
وحتى عندما ضربوا القارب الإنقاذ الذي خرج من ميناء المعلى باتجاه إلى البريغة كان عندهم ضربوا الأسر وهم نازحين. هذه هي اللي خلت المشاعر الناس والمقاتلين، حتى الذي كان لم يقاتل اضطر أن يحمل السلاح ويخرج يقاتل، خرج يقاتل، لأن الدور سيأتي على كل بيت وكل بهان سيدور عليهم. لكن الحمد لله فضل الله وعون الله تم اتخاذ يعني كل بيت خرج منهم، وفي منهم خرجوا يقاتلون دون تردد، وفي منهم من حملوا السلاح من ما حصل في عدن من انتهاكات من قاتل من قصف العشوائي، اضطر الواحد انه يخرج يحمل السلاح، لانه ان بقي في بيته سيصير نفس المكسار في غيره. لكن الحمد لله فضل الله ثم خرجوا جميع المقاتلين، وحتى الذين لم يحملوا السلاح خرجوا وحملوا السلاح بإرادة ربهم. ايش الدافع اللي خلاك تثور؟ والله الدافع اللي خلاني اثور اولا خرجت دين، هو اساس الحرب طائفي سنة وشيعة، وهي الحرب كبرى، ليس انها هي حرب بين دول، وارض المعركة هي في اليمن، يعني نحن زي ما تقول نحن ضحايا سواء كنا في عدن او غيرها، لكن عدن اثبتت ان فيها رجالها وفي اهل من يحميها، واولى فيها اهلا يحموها ويضحوا، مهما ضحينا سيأتي، ان ضحينا ببطل سيأتي 10 أبطال يضحوا. والحمد لله تم تحرير عدن كلها وخرجوا. كثير من المواقف تأثرنا فيها كثير، عندما يقتل عليك صديقك جنبك في مترس انت يا مترس بمترس، او عندما يروحوا عليك الزقاء في لغم امام عيونكم، او عندما يصاب صديقك امامك ما تقدر تسعفه في نفس الوقت، يعني انت في مترس هو حاول يتقدم انبطح ما قدرت تخرج بسبب القناصات اللي لديهم. هذا اكيد مواقف كثيره محزنه ويعني قد توجع القلب، لكن بايمانك بايماننا بالله والعزيمه من الله نحمد الله ونشكره انهم في من راحوا عن الشهداء، كنا نتبنى الشهادة لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا عمر جديد. في موقف سعادة عندما تم إسعافنا إلى برا، عندما سمعت صوت أهلي أمي وأبوي وأخواني وأخواتي، شعرت بالدنيا ما فيها، والنعمة اللي أعطانيها ربي وأعطاني العمر الجديد، يعني مهما أخذت عني شيء أو راح عني شيء فأتحمد الله، فهذا كان لله خرجنا. والحمد الله ونشكر أني سمعت أهل أهلي، لأن كانوا أبوي وأمي غير متقبلين، لأن قد قلت لهم صدمة قبل عن أخوي الله يرحمه اللي قتل في الضالع، وقلت لهم الصدمة الثانية يعني كانوا غير مستوعبين، حتى كانوا يقولوا إذا كان قتل فأعطونا جثته عادي. فتفاجأوا عندما اتصلت بهم من الإمارات، وصل لهم مقطع فيديو برضه عبر القائد فيزان أبو مصعب، قبلهم مقطع من الإمارات وصل الوالد، والوالد ارتاح نفسيا عندما سمعت الوالد وهو يبكي والوالدة، فطمنت شعرت بالراحة نفسيا. ما راح نقول لك اني اقضيها 100%، فانا اقول 80% الحمد لله، هذا قدري وانا راضي بقدري وايماني بالله قوي، فانا خرجت الى الجبهات فانا ميت لست كنت حي، فالله سبحانه وتعالى اعطاني عمر جديد للعوده الى الحياه، فاديت مهمتي فانتهت مهمتي كانت في باب المندب، كان الله سبحانه وتعالى اعطاني عمر جديد للعوده. امثال فيزان الشاعري من الابطال لم تكن اصابتهم لتنال من كبرياء نفوسهم، فهي التي لم تكسرها وحشيه الحرب، لكنهم أسيفون على شهداء فقدوهم في سبيل الوطن، ولم يجدوا بعد تحريره من يترحم على أرواحهم، وهم من كانوا يستدرجون الموت ليختاروا عناوين لأقدارهم. وفي ظل الانشغال ونسيان مسيرة الأبطال، ثمة من يدرك أسى قلوب متعددة الانكسارات ويسعى لمحو آثار الجحود، وذاك ما تفعله المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن حالياً، مستعيدة للبطل وسام المراتب ليبقى معلقا على صدر التاريخ. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية عدن. أحسن شيء اللي حصل في عدن عندما توحدت الناس في كلمة واحدة وقلب واحد، عندما يعني لم يستطيع أي أحد أن يدخل بينهم أو طريق ثالث أو رابع أو خامس يفكك الجبهات عدن، كان أي مكان يجينا نداء كانوا جميع الشباب يلبوا، كانوا ما حد منهم يستغني أو يقول سين أو جيم، حتى لا كان حد يتكلم عن شخص يقول له أنت كذا أو أنت، كان يعني الشخص ما يأكل شيء لقد أكل صاحبه. هذه كانت أحسن شيء في الجبهة من بداية الحرب اللي وحدت الناس، وحدت القلوب وخلت جميعهم تحت كلمة واحدة تحت قيادة واحدة. لكن تفاجأ أنا بعد فترة كان واحد يعني يتقبل الحقيقة ويكون صريح من الحقيقة، عندما جاءت 500 السعودي هذه بعد الحرب مع الحرب، هي هذه جابت حساسية كثيرة، حتى كانوا بعض الشباب أو بعض القيادات ما هي عندما تقول لهم على الجهاد أو حي على الجهاد
أو بعضهم يجيهم ويقولوا أنت مش حاضر أو أنت مش حاضر، قائد يتم خصم على الفلوس، أصبحت الناس تأتي على الفلوس. فأنا كنت أتبنى من ربي أن كان حتى هذه الفلوس أنها ما تجي في الجبهات أو ما يجي من بداية الحرب. فكان أحسن شيء الحياة في عدن عندما وقعت أول حرب ودخول عدن الحوثة، أن الناس توحدت وخرجت قاتلت من جميعها بجهودها الشخصية، وكانت تحت أدعام بعض الناس أهل الخير دعموهم وقاتلوا جميع الشباب في كل بيت في عدن، منهم ضحى وفي منهم من يعني جرح من أهله، وكل بيت في عدن شرف أثبت للعالم أن عدن فيها أهلها ورجالها يحموها، لن يستنوا أن يأتي أي أحد من الخارج أن يحميها، فعدن لها أهلها ولها شعبها أن يحميها. ما بعد التحرير وبينما عدن والمدن المحررة ترمم مآسي الحرب، كان الجريح البطل فيزان الشاعري كمن يتوقع قدوم العدو من البحر فيستبقه إحساس بمقدمة مباغتة، ومع ذلك هب فيزان مساهما في تدريب المجندين، ثم استأنف خوض المعارك على الساحل الغربي في 7 يناير من العام 2017. عندما كنا في المعسكر كنا متجمعين كثير من الشباب من أبيان، من الضالع، من يافع، من ردفان، من عدن، من شبوة، من لحج، وكان بيننا التراحم، بين قلوبنا كلنا التراحم، كنا كلنا يعني ما حد يستمع الثاني، كل واحد كان يواسي الثاني إن صار شيء الثاني. حتى عندما كنا نخرج السوق وحمد الشباب يتقدون يشوفون بعض الشباب يقزعون من المطعم ينادوهم، كانت بيننا الرحمة والأخوية، ما حد كان يسيب أحد، وكنا نتكلم نأكل نشرب ننام سواء. حتى يوم من الأيام وقع معنا موقف يعني منهم مضحك ومنهم لحد استعداد، كنا متأهبين للقتال، نادونا الصباح على طابور جمع القوة الكاملة كتيبة رايد، كان معنا فهمي واحد من يافع قائد مدرعة، فنادى كسابي في المصلى يقول لنا هيا تجمع يا شباب، اجمعوا جمع جمع جمع. فبدأنا نتجمع، فتفاجأنا بضرب علينا من اتجاه البحر في ذباب، فصواريخ راقمة كاتوشة، حبة جت خلف المعسكر، والثانية جت بالركن من اتجاه الخزان، والثالثة جت بعيدة. تفاجأنا جميع الشباب يعني ذيك الساعة نحن غير متأهبين متفاجئين، بعضهم من قاموا للنوم، في منهم من ضحكوا وفي منهم من افتقعوا وقروا يأخذوا سلاحتهم، في منهم قروا يدخلوا تحت الأرض الخنادق. فصرنا نضحك ذيك الساعة، نسينا يعني اسم الخوف أو اسم الأشياء، كان مفاجأة، فضحكنا للموت في نفس الوقت، كنا نضحك كل واحد يضحك على الثاني، فأخذنا نفسنا بهذا الاستعداد، فتفاجئنا أن الضرب أجانا باتجاه البحر، في هنا كانت خيانة شوية. فالحمد لله بإرادة الله يعني توحدوا الشباب وكلنا كلنا أخوة، أينما حد يخرج يعني حتى عندما يجي طاقم ويشوف الشباب يمشون في الطريق يوقف لهم يقدمهم إلى أي موقع يريدونه. كان بيننا الأخوة العطاء والأخوية، حتى أن أي شخص يكون مريض أو شيء حتى لو كانوا يعرفوك، كنا نأكل في صحن واحد، كني في بيتي أو عند في منطقتي أو عند أصحابي، كنا يعني سبحان الله كنا نعرف بعضنا البعض من قبل. لكن الحمد لله يعني في كل مكان في الجبهات يعني ربك يوحد القلوب، ولابد أن أصحاب الحق أنهم ينتصروا مهما كان ثمن، لابد أن الواحد يضحي، ولابد من الواحد أنه يذهب إلى أماكن غير معروفة صحيح فيها، لكن ربك يعني يعطيه من يعني خارجة في أحيان خارجة في أماكن تحاصرنا فيها وربك أفرقها علينا. والله نهز الجرحى، في جرحى في اليمن يعانوا في عدن في المستشفيات، في منهم الجرحى من الذي يوعدوهم بالسفر، يوعدوهم من شهر إلى شهر، بدأت أن سفريات أنا أقول كل خميس في سفريات للجرحى يسفرون فرع، بس الذين حالتهم خطرة لم يتم تسفيرهم، إنهم أكثرهم في بيوتهم وبعضهم في المستشفيات، رموا بعضهم يداتهم، بعضهم أرجلهم، بعضهم شظايا رموا في البعض من الجرحى، حتى من كثر الشظايا في جسمه أدى إلى سرطان فيه طلع له. ومنا معني مع احترامي الذين مقيدين بهذه الأمانة وهذه الوظيفة اللي هم فيها بتسفير الجرحى، رسالتي لهم أنهم يدقدقوا على السفر، يركزوا على السفر الناس اللي هم تعابة اللي يحتاجوا السفر الصحيح، لأن عندما ذهبت أنا الإمارات وجدت ناس حالتهم صحيح خطرة يستاهل هناك سفر، فكنت فاجأت في الهند، وجدت في الهند ناس سفروهم ما فيهم شيء، يندعون أنهم جروحوا، يندعون أن فيهم، لكن فاجأنا في ناس ما عندهم شيء ولا فيهم شيء، والجرحى اللي نامس صدق الذي هم محرقين مشوهين مقطعين، واللي بعضهم خاصة رجلهم يداتهم مقدلين في المستشفيات في عدن، مع احترامي كل القيادات الذي مسؤولة عن سفر الناس إنها تنزل لجنة تدور على المستشفيات الذي يوجدوا الجرحى فيها مرميين في المستشفيات، وبعض منهم في البيوت، والبعض منهم يعني أمكانيتهم حتى في حالات أن بعض أسر الشهداء عزيزين الأنفس لم يسلموا حقوق
أولادهم، لم يسلموا حتى العشرة آلاف السعودي اللي قتلهم، حاجات كثيرة محرومين منها أسر الشهداء، من أخذها من أسلمها لا يعلموا. مع احترامنا القيادة والمسؤولين عن هذه الجهات، على الحكومة أن تنزل لجنة رسمية وتتأكد هل الناس استلمت جميع الشهداء. ومع احترامنا كمان باسم البيع والشراء الأراضي باسم الشهداء واسم الجرحى لتوزيع الأراضي، وها في وراها ناس كبير، في بعض أسر الشهداء والجرحى لم يسلموا أي من مستحقاتهم لليوم هذا. أنا من ناحيتي لو قلت لك ندمان، أنا إيماني بالله قوي ومقتنع بقدري، لأن عندما الإصابة حقي الصبت، عندما خايف من المدرعة أنا أجري بدون شعور وبدون إحساس، فعندما قفزت من المدرعة فوجدت رجلي فاقتنعت أن رجلي مقطوعة، والحمد لله على ما صار، فاقتنعت أن رجلي اقتطعت، وليس ندمان، إنما أني مفتخر في نفسي أني قدمت وخرجت، بفتخر أمي وأبوي فيني أني رحت وقاتلت، وهذه حياة ربي نعمني بعمر جديد. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية عدن. صمت صمود شمسان تصد كحافل العبري، صمت صمود شمسان تصد كحافل